عندنا الصيغة الغير معينة اللي هو واحد اسمها لا نهاية وما لا نهاية، الصفر وصفر والصفر. لما يكون الليمت يعطيني أحد القيم هذه راح أستخدم اللين، على اعتبار إنه لين الواي إذا كان لين الواي يساوي البي، فإن الواي هذا يقتضي إنه الواي تساوي اي اس بي. أخذ الإكسبنشن للطرفين، أخذ الدالة الأسية، الدالة الأسية حتلغي اللين يبقى الواي، هنا يعطيني اي اس بي. طيب إذا حفرض إنه لو هنا شوف المثال اللي عندي، ليميت اكس تؤول الى صفر الموجب، الليميت لإكس زائد واحد الكل سكوتان اوف اكس، اكس زائد واحد لو عوض حيصير صفر زائد واحد بواحد، كوتان الاكس كوتان الصفر، كوتان هو عبارة عن ايه؟ كوزاين على ساين، كوزاين الصفر بواحد وساين الصفر بصفر، واحد على صفر حيعطيني ما لا نهاية. إذا أعطتني واحدة من القيم هذه، بالتالي حفرض إنه البي تساوي لين الليمت هذه، لين أوف ليمت إكس تقول إلى الصفر الموجب إكس زائد واحد الأس الكل أس كوتان أوف إكس. الليمت اقدر ادخلها جوه اللين، اقدر ادخلها جوه الليمت، اذا حيعطيني الليمت اكس تؤول الى الصفر الموجب، ليش؟ لين المقدار هذا لين لإكس زائد واحد الكل اس كوتان اوف اكس حيساوي الليمت زي ما هي اكس تؤول الى الصفر الموجب. اللين من خواصها الأس يطلع برا، راح يصير كوتان أوف إكس مضروبة في لين إكس زائد واحد. تعال نشوف النهاية هذه، كوتان أوف إكس وإن هي عبارة عن ما لا نهاية مضروبة في لين الواحد بالصفر، صارت واحد لين ما لا نهاية في صفر، هذه قلنا نحولها يا صفر على صفر أو ما لا نهاية لما لا نهاية. اللين حخليها زي ما هي في البسط، بس حنزل الكوتان في المقام، حتنزل بليمت هنا حتصير اكس تؤول الى الصفر الموجب لي لين اوف اكس زائد واحد على الكوتان، تنزل المقام ب تان مقلوب الكوتان تان اوف اكس، حتصير هنا صفر، ولو عوضت هنا تان الصفر برضو صفر، صفر على صفر قيمة غير معينة يقدر يستخدم معاها لوبيتال، هنستخدم لوبيتال هنا المرة الأولى، هيصير الليمت إكس تؤول إلى الصفر الموجب لي مشتقة اللين واحد على إكس زائد واحد، مشتقة التان سيك تربيع في إكس، لو استخدمت الصفر حيصير صفر على صفر زائد واحد، البسط حيعطيني واحد، المقام سيك تربيع الصفر يعني مقلوب واحد على كوزين الصفر، كوزين الصفر بواحد، واحد على واحد إذا بتيني واحد، إذا هذا حيساوي الواحد، البي راح تساوي الواحد. طيب البي هي عبارة عن لين المقدار هذا، أنا المقدار هذا إحنا قلنا لين الواي، هذا لو كان الليمت هو الواي، البي تساوي لين الواي، طب أنا أبغى الواي، إذا هذا حيقتضي إنه الواي أو الليمت المطلوب على أساس إنه الليمت هو الواي يساوي إيش؟ expansion of b، بالتالي حيساوي expansion of الواحد و e أس واحد حيعطينا e، إذا الليمت المطلوب حيساوي ال e. أوجد الليمت tan of x الكل أس كوزين of x، لما x تقول باي على اتنين من جهة السالب، لو جيت عوض tan الباي على اتنين قلنا tan على عندما الإكس تقول الباي على اتنين من جهة السالب، هذا يقتضي إنه التان أوف إكس اللي هي عبارة عن ساين أوف إكس على كوزين أوف إكس، راح تقول ليش؟ ساين الباي على اتنين صفر واحد على كوزين الباي على اتنين صفر اللي هي بما لا نهاية. طيب والكوزين أس باي على اتنين صفر، إذا هذا حتعطيني ما لا نهاية أس صفر، هذه قيمة غير معينة أو غير معرفة،
ايش نسوي؟ قلنا هذه برضو نستخدم اللي نحفرض انه البي تساوي لين النهاية لين ليميت اكس تقول بار اتنين من جهة السالب لتان اوف اكس الكل اوف كوزاين اوف اكس. اذا هذا حيساوي النهاية حتخرج برا لين تان اوف اكس اوس كوزاين اوف اكس. طيب من خواص اللين اخرج الاس برا الليمت برا اللين حيصير ليمت اكس تقول الباي على اتنين من جهة السالب لي كوزاين اوف اكس مضروبة في لين تان اوف اكس. طيب لو جينا عوضنا دحين كوزاين الباي على اتنين صفر مضروب في تان الباي على اتنين، تان الباي على اتنين قلنا كم؟ في ما لا نهاية، ولنا ما لا نهاية ما لا نهاية صارت صفر في ما لا نهاية. اذا هذه حولها لي ما لا نهاية على ما لا نهاية. كيف الكوزاين؟ حنزلها المقام مقلوب الكوزاين اللي هو السك. اذا حيعطيني الليمت اكس تقول الباي على اتنين من جهة السالب لي هنا باستخدام لوبيتل، لا لسه ما استخدمنا لوبيتل، حتصير اللين عادة اللين ما اقدر انزلها المقام، بالتالي هي اللي دائما تثبت لين اوف اكس على كوزاين تنزل بسيك اوف اكس مقلوب الكوزاين. طيب يساوي الحين صارت صفر ما لا نهاية على واحد على صفر برضو ما لا نهاية، كوزاين بعد اتنين بما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية اقدر استخدم لوبيتيل المرة الاولى. اعطيني الليمت اكس تقول اي باي على اتنين من جهة السالب مشتقة اللين واحد على تان اوف اكس مضروبة في مشتقة التان اللي هي سك تربيع في اكس. مشتقة المقام مشتقة السك عبارة عن سك اوف اكس في تان اوف اكس. نبسط المقدار هذا شوية حيصير الليمت اكس تقول للصفر الى باي على اتنين من جهة السالب لي سك تربيع على سك حيبقى سك في البسط. المقام تان على تان تان في تان تنزل المقام عندي تان اريد حيصير تان تربيع في اكس يساوي. طب هذه تتبسط كمان تتبسط كيف؟ حيصير ليميت اكس تقول خلينا اوضحها فوق شوية سك اوف اكس على تان اوف اكس. السك هي عبارة عن واحد على كوزاين اوف اكس، عندي تان تربيع واحد على تان تربيع حيكون عبارة عن ساين تربيع اوف اكس كوزاين تربيع اوف اكس. كوزاين واحدة في البسط حتروح مع واحدة من المقام يبقى بس واحدة في البسط. اذا حيصير تان ليمت من اكس تقول الباي على اتنين من جهة السالب لي كوزاين اوف اكس على ساين اوف اكس تربيع. اذا السك على التان تربيع عبارة عن كوزاين اوف اكس على ساين تربيع. دحين لو جينا عوضنا حيصير صفر على واحد تربيع اللي هو واحد حيعطينا الصفر. اذا الليمت هذه يساوي الصفر، البي تساوي الصفر، معناته الليمت هذا عبارة عن اكسبرينشن اوف البي اوف الصفر حيساوي يوس الصفر حيساوي الواحد. اخر مثال ليميت ساين اوف اكس الكل اس كوتان اوف اكس. ساين الاكس ساين الصفر صفر، كوتان الصفر كوتان عبارة عن كوزاين اوف اكس على ساين اوف اكس. كوزاين الصفر واحد على صفر حيساوي ما لا نهاية، صفر اس ما لا نهاية. هل صفر اس ما لا نهاية؟ احنا قيمة غير معرفة، احنا درسنا صفر على صفر، ما لا نهاية على ما لا نهاية، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وصفر في ما لا نهاية، ويو واحد اس ما لا نهاية، صفر والصفر
وما لا نهاية الصفر. هذه هي فقط القيم الغير معينة، لكن صفر على ما لا نهاية، أو ما لا نهاية على صفر، أو ما لا نهاية مضروبة في ما لا نهاية، أو ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، أو الصفر أس ما لا نهاية، أو ما لا نهاية أس ما لا نهاية. هذه كلها قيم معينة، قيم معرفة. عندي مثال، هذا الصفر أس ما لا نهاية. الصفر أس ما لا نهاية هذا عبارة عن صفر، إذا الليمت هيساوي صفر أس ما لا نهاية بالصفر، ساين الصفر بالصفر، والصفر هنا موجب، يعني عدد أكبر من الصفر بشوية. لما إن الصفر الضعف إلى ما لا نهاية حيعطيني برضو صفر. إذا لو جاتني أحد القيم هذه، هذه كلها قيم معينة، صفر على ما لا نهاية هذه حتعطينا الصفر، ما لا نهاية قسمة صفر ما لا نهاية، صفر ما لا نهاية في ما لا نهاية هذه ما لا نهاية، ما لا نهاية زائد ما لا نهاية برضو ما لا نهاية، صفر أس ما لا نهاية صفر، وما لا نهاية أس ما لا نهاية هذه تعطيني ما لا نهاية. هذه كلها قيم معينة.